مش عايزه اروح المستشفى، مش هتردي. قربنا نخف، ولا هيبقى في مستشفى ولا ادويه ولا حب. اخويا الله يرحمه لو كان عاوز يكتب لك حاجه قبل ما يموت كان قال لي. اشاعه الفورمالين اللي في الجبنه وغرقها السوشيال ميديا، انترنت ما بيتكلمش غير عن نديم فخري، وكان مفيش حاجه في البلد غيره. انا مش بشتغل عندك، حسابات عندك تحت. مشغل عيال رشا دي صعبه، مراته هي اللي مش تلميذه، وبما انه راجل محترم يبقى اكيد مراته ست محترم. في كل حاجه فوق. بنتي فين يا حازم؟ رنا في ايه؟ ما تفهميني. انت اللي تفهمني بنتك بعت المسج دي ليه؟ اللي يمس شعره من بنتي هاكله بسناني ان شاء الله يكون مين. مين ده؟ نديم. تمام. دول استنى، والله ما ليا دعوه، هو وليد هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. عايز يشوفك يجيلك لحد عندك، نروح عنده تاني؟ لا. اوكي انا اصلا مش عايزه اروح له تاني حبيبي. مين ده اللي ظابط ميعاده علينا؟ معرفش. اطلعي يا حبيبي اوضتك وشوفي المهرجان اللي بيحصل فوق. اوكي. اهلا رامي. مالك؟ سوري ان انا جيت على طول كده، بس انا قلقت عليكي بعد ما قمتي كده وسبتينا، وبعدين انت مش بتردي على الموبايل. طب هنتكلم على الباب، اتفضل. كلمتيني على انهي واحد فيهم؟ جالك عليه مسج غريب كده وانتي فجأة. سوري ما خدتش بالي. عملت معانا ايه؟ تمام، كله تمام. هي قفشت شويه لما مشيتي. لا اكملها، ما خدتش الديبوزيت اللي كنا متفقين عليه. هي ايه حكايتها؟ هو احنا هنطير ولا هنضحك عليها؟ تصدق اني ابتديت اشك فيها؟ لا لا، اميره ما بتلعبش. امال مالها هتموت على الفلوس كده ليه؟ في ناس كتير حواليها هيقبضوا، انت فاهمه يعني ايه هتخليه يخلع مراته؟ طب يبقى فكرني بكره اكتب لك الشيك. تعالى نشرب حاجه. لا انا لازم اجري، بس ثانك يو. في حاجه تانية حصلت بعد ما نزلتي من الايجنسي على طول، بس انا قلت استنى لحد ما الميتنج بتاع اميره يخلص واقول لك عليها. خير. الانذار ده جه بعد ما نزلتي على طول وانا استلمته. انذار؟ انذار بعدم تصرفها في اي حاجه ورثتها لحد ما يجي تقرير خبير. بس انت متاكد انها زورت قبضه اخوك؟ طبعا، ده انا متاكد زي ما انا متاكد ان متعشي طاجن باميه باللحمه الضاني من ايدك الحلوه دي يا ناديه. يا راجل انا ما بهزرش. ولا انا بهزر، معرفوش، ما يلزمنيش، انا طول عمري راجل جد، احب الجد واموت في الجد. والنار ويا عيني على الجد ويا روح على الجد. الجد انت هتغني لي؟ وما غنيش ليه؟ ما الناس كلها بتغني يا اختي. والله انا خايفه تكون بترمي فلوسك على الفاضي والمحامي بتاعك ده يكون بيضحك عليك. ايه يضحك عليا؟ ده انا اضحك على اهل واحد واحد. عيب عليك يا نادية، عيب. وانا كرودي ولا كرودي؟ لا يا حبيبي، معاش ولا كان اللي يقول عليك كده. بس انا خايفه ليكون اخوك
كتب لها كل حاجه قبل ما يموت زي ما بتحلف. يا اختي تحلف زي ما هي عايزه. انا بيني وبينها ورق 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 ورق. طب افترض بقى ان الخبير قال دي امضته. ناديه. نعم. يا ريت تعملي لك قفله وتعملي لي القهوه عشان اظبط دماغي بدل ما انت يعني ها ناويه تحرقي دمي. ماشي ماشي اما نشوف اخرتها. عاوز تعرفي اخرتها؟ اخرتها؟ اخرتها ملايين ملهاش حد. يا رب من بقك لباب السما يا رب. اللي قولي لي يا حلوه. نعم. المحروس ابنك الحيله فين؟ ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ الحيله في الشغل. شغل ولا يكون شاف له شوفه؟ شفت ايه؟ امال اللي انا بعمله ده كله هيطلع على فشوش؟ يا ناديه. يا ناديه ما انت بقالك سنتين بتعملي وما شفناش يا اختي نتيجه. لا المره دي غير كل مره. بس هات لي بقى الطلب اللي انا طلبته منك. بس كده؟ هيحصل هيحصل ان شاء الله باذن المولى هيكون عندك. الواد الغفير بتاعها هيديني تليفون بكره الصبح اول ما يستلم الطلب ده في ايده. بس على الله يكون صادق وما يجيب لناش اي حاجه والسلام. اي حاجه والسلام؟ ده انا اخلي وقعت امه سودة. يا رديم حرام عليك. قلت لك كنت شاربة ومش في وعي. فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلطت؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده. انا عمري ما خنتك. رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. انا ما ينفعش اروح كده. لو الوجهك انا صحيح هنقول لها ايه؟ بليز يا نديم احنا فرطه كبيره قوي. لازم نهدى ونفكر بالعقل. أنا خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة. وحتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. يا نادين طب خلينا نروح. طيب لا يا نادين بليز. Ha ha.
عايز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصل. ايه؟ ويتقال جوه الخبر ان احنا منفصلين من زمان بس كنا مأجلين اعلان الموضوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اعملي اللي بقولك عليه من غير اسئله. اوكي. لا ما فهمتش. ماشي نقول كمان الحكايه وما فيها ان المحكمه خدت عقد البيع اللي عمله لك المرحوم والدك وحولته لخبير بسبب طعن عمك عليه بالتزوير. قام المحامي بتاعه واخد صيغه القرار وعمل بيه انذار ووزعه على البنوك والغرفه التجاريه وبما فيهم حضرتك بعدم التصرف في الممتلكات لحين البت في قرار الخبير. يعني ايه؟ يعني انا اروح البنك عشان اسحب فلوس يقولوا لا سوري عمك منعك من التصرف باموالك؟
ده في حالة لو مدير البنك خد بالإنذار واعتبر إن في نزاع على التركة ومحبش يدخل نفسه في مشاكل. نزاع إيه مشاكل؟ أنا مالي بالكلام ده يا أستاذ جلال؟ وأنا ذنب إن أبويا كتب لي كل حاجة باسمي قبل ما يموت؟ لا مش ذنبك، بس ذنبك إن ليك يا عم مش مصدق اللي حصل وعايز يحشر نفسه في التركة بأي شكل من الأشكال. مش عارفة أقوله إيه ولا أعمل معاه إيه ده؟ ولا تقولي ولا تعيدي، هي كلها أسبوعين بالكتير وقرار الخبير يطلع، والدعوة كلها تترفض من أولها وكأن شيئا لم يكن. إيه الطمع اللي بقى في الناس ده يا أستاذ جلال؟ لا وإيه؟ امبارح جاي لي البيت يهددني وآخر النهار بعت لي إنذار. على فكرة الإنذار ده ولا ليه أي لازمة، دي هي أي غلاسة والسلام. سوري لو قطعت حديثكم. لا خدي راحتك، إحنا ما كناش بنقول أي حاجة مهمة، قصدي يعني خلصنا الكلام المهم. أيوة معلينا، في واحد بره بيقول إن أنت تعرفيه ومحتاجي قبلك ضروري. مين ده؟ بيقول اسمه الليثي. مش موجودة. أنا قلت كده برضو، أو هعتبر فعلا إنها مش موجودة. على العموم لما تدخلي لها كمان شوية وبسلميني عليها وقولي لها إن أنا مستني كل اللي اتفقنا عليه وخليها تنجز بدل يعني ما الطلبات تزيد. أوكي. أنتي صحيح مخطوبة ولا متجوزة؟ أظن دي حاجة ما تخصكش. صح تمام، حاجة ما تخصنيش فعلا، حاجة ما تخصنيش يعني. انتي قلتي لي اسمك ايه؟ ما قلتش. طيب نايس تو ميت يو يا أستاذة. ما قلتش. مين الشخص الملزق ده؟ معرفش. طب ممكن عايز ايه؟ عايز اقابل ملك. وهي قالت لي لو جه هنا تاني يتقال له مش موجوده. طب وهو يعرفه منين ولا هي اصلا تعرفه منين ده؟ يا رامي ما قلت لك معرفش، هنقعد نعيد ونزيد. ما انت مش ملاحظتك متغيره معايا شويه. رامي ممكن حساسيتك الاوفر دي بلاش دلوقتي، يعني راعي ان اليومين دول انا ظروفي مش قد كده ومتلخبطه، فبجد مش ناقصاك انت كمان. اوفر؟ من ساعة وفاة والدك وانا بقولك ان موضوع الليسي ده مش هيتحل كده. اوعى تقولي قضية. ده رأيي. ما هو ده اسهل رأي عند اي محامي. بالعكس انا في موضوع عمك قلتلك نديله قرشين ونخلص، لكن موضوع الليسي ده ملوش غير المحكمة. مشكلة ان الموضوع ما يخصنيش لوحدي. ما علينا، اجلي موضوع الليسي ده لغاية ما اخلص من قضية عمي. طيب انا هسيب حضرتك لتليفوناتك وهنطلق انا اروح على المحكمه. ميرسي يا استاذ جلال. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا حازم. لا يا حبيبتي ده انا مش هو. اصل بصراحه دخلتك عليا امبارح بشياطينك قفلتني من بنتك الكدابه قوي. اللي انا بعطف عليها عشان مرضها وبس. يا ريت تبعديها عني لغايه ما تعرفي تربيها. ولعلمك ابوها مش طايقها خالص. الوليه المجنونه قفلت قبل ما تسمع الكلمتين اللي عايزه اسمعهم لها. بتكلمي مين يا وسام؟ بتكلمي مين من تليفوني يا وسام؟ ده تليفونك صح؟ صح؟ كلمتيها ليه؟ ردي! ارد ايه وهي دي عايزه رد؟ واحده جت بيتي هزقتني وفتحت حساها عليا كده قدامك وانت ساكت. فيها يعني ما اقول لها كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ وانت مالك ومالها؟ بتجري شكلها ليه؟ انا برضو اللي بجر شكلها يا شيخ، حرام عليك. واحده جت بيتي هزقتني قدامك وانت ساكت. انا اقدر اروح بيتها اعمل نص اللي هي عملته ده؟ ممكن بقى اعرف انت قلت لها ايه بالظبط؟ قلت لها اللي قلته لها. ايه خايف على زعلها قوي؟ وسام لاحظي انك انت بقيتي تتصرفي من دماغك وده غلط. وهفضل اتصرف من دماغي على فكره عشان انت مش عارف تجيب لي حقي. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف ليش؟ مش لما تشيلها انت الاول. شلتها من زمان، من ساعه ما طلعتها. دلوقتي مفيش بيني وبينها غير بنتي وبس. يا شيخ يا رب يا رب ما يبقى في بينك وبينها اي حاجه خالص. لعلمك بنتك عايز تشوفها تشوفها بره بيتي مش هنا، وبرده رجلي على رجلك. وبعدين نمره الهانم دي على موبايلك لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ مش كفايه معاك نمره بنتها؟ النمره دي لازم تتدلت دلوقتي حالا. هات الموبايل ده.
مش هسيبه غير لما تدلد النمره قدام عينيا. مش هعمل كده يا وسام، وسيبيني في حالي دلوقتي، انا مش طايق نفسي. ماشي يا حازم، هسيبك بس مش هسيبها، واما اشوف اخرتها ايه. عندي سؤال وخبر. والخبر وانسى السؤال. كده؟ طيب خدي عندك بقى. نديم فخري طلق مراته. بتهرج. وهي دي فيها تهريج، شوية وهتلاقي الخبر نزل على النت. رامي، هو هيكون أميرة ليها يد؟ بقول لك إيه؟ كل اللي خرب البيوت. وإحنا مالنا؟ إحنا مالنا إيه؟ إحنا مش دافعين لها فلوس عشان تخرب بيت الراجل. إحنا دافعين لها فلوس عشان تجيب لنا منه الكامبين. ماشي، إذا أنا قلت لك إن هي اتفاجئت. حلفت لي ان هي ما كانتش تعرف اي حاجه غير لما هو قالها بنفسه، وبعدين انت مش قلتي ان هي مقضيها؟ لا كلام، انما بعيني انا ما شفتش حاجه. انا هفضل قلقانه كده لغايه ما اعرف هما اتطلقوا ليه. وانت حر يا رامي لو كان ليها يد في الموضوع ده. هو انا مالي؟ هو انا قلت له يطلق مراته؟ هاكل يا حبيبي، بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافرت وانت نايمه وما رضناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. ايوه يا باشا، هو اتصل عليا وقال لي يا متولي انت اجازه. قلت له ماشي، او تيجي بكره براحتك. قلت له ماشي، او جيت الصبح لقيته يا ولده زي ما انتوا شايفينه كده. هو عايش لوحده هنا؟ ايوه يا باشا، هو واخدها ايجار، او كان ناوي يعمل فيها اللي بتاع ده، اللي بتاع اللي هيلعبوا فيه ده. جيم؟ ايوه، عليك نور يا باشا. يا مجدي بيه. أوامرك يا باشا. تاخد بطاقته وتجيبه لي النيابة النهاردة بالليل. تمام. بطاقتك يا حاج. عظيم جدا. يطلع امتى؟ اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده، انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها، علشان كده انا هاخدها معايا البيت.
لحد ما نتاكد بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا، وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف ان في انفصال، لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيقدر سر بينا طول العمر. وزي التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. اهلا وسهلا. تفضل سعاده الباشا، ايه الحاجات اللي طلبتها؟ اوعى تكون مش بتاعتها وجايب لي حاجه من عند جماعتك. عيب يا سعاده الباشا. الله، انت متكلم راجل. هنشوف حكمان ليه طريقه بعرف بيها الراجل من العيل الصغير. ويا ويلك وسواد ليلك لو طلعت بتزاك عليا. طب وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله الحاجات دي بتاعتها وتخصها وما تخص الجماعه بتوعك. خلاص يا عم، ده حلفت هصدقك. خد امسك. خيرك مغرقنا يا باشا. يا عم خيرك مغرقنا والله. انت لسه شفت حاجه؟ يوه، الحاجات دي كلها لسه فكه تصبيره. انما بقى وعني مني هتشوف الفلوس اللي بجد. توكل على الله، توكل على الله يا باشا. بسرعه بسرعه يا باشا. شفته بره ده عم حضرتك فهم بيه. كان بيسال على حضرتك، قلت له حضرتك مش موجوده في الفله ولا ايوتا حد موجود في الفله. عشان كده اول ما شافني طار بعربيته وانت جريت على جوه. لا حضرتك، هو وقف جنب سور الفله وقعد يكلكس بالعربيه، لقيته عم حضرتك فهم بيه بيكلكس. طيب يا حافظ، معاك ساعه تلم فيها هدومك وتتكل على الله، مش ساعه برضو تكفيك؟ انا ما عملتش ايوتا. سمعتني؟ وكتاب الله ساعه لحضرتك تشوفيه. وبعدين هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد ينفصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنسي بتاعتها؟ يعني هي عايشه حياتها وانت عامل في نفسك كده. وبعدين دي عمرها ما كانت تستاهلك، انت ضفرك برقبتها. مستر نديم، الشغل كله ملخبط والدنيا بايظة. انت عارف انت فاتح كام بيت؟ مستر نديم، الناس دي ذنبها ايه؟ مستر نديم، احنا كلنا بنستمد قوتنا منك، واولهم انا. ومفروض ما تسمحش لاي حاجه في الدنيا دي كلها تكسرك. مش انت اللي علمتني كده؟ ومش عشان دي؟ يعني أي واحدة في مكاني كانت تعمل إيه؟ لما تدخل تلاقي السكرتيرة قاعدة على حجر جوزها وهو عمال يفعص فيها، أكمل معاه إزاي؟ كان لازم طبعًا أطلب الطلاق. طب وذنب بنتك إيه؟
سامعه ان ابوها خاين وهو ما حاولش يعتذر لك ولا يبرر لك عملته السودة دي. يوه حاول بس ده شويه شويه كان هيوطي على رجلي. بص بس انا كرامتي ما تسمحليش اعيش مع واحد غوطي زي ده. مش كفايه عايشه وساكته؟ لان لولا ان انا بنت ناس ومتربيه كان زماني فضحته. هو في سر بس انا مش هقدر اقوله. سر ايه؟ مش هينفع حرام ده مهما كان ابو بنتي. ما تقولي يا رشا سر ايه؟ هو احنا غربه عنك؟ ده احنا اصحابك. بس ما قلتش حاجه. اكيد اصل اللي كان بيعمله مع السكرتيره ده يعني منظره على الفاضي، عايز يثبت رجولته. انما الحقيقه خلاص بقى يا جماعه مش هقدر اقول اكتر من كده، وده كان شرط الطلاق ما بيننا. انت متاكد؟ طبعا متاكد، دي تحاليل يا نديم. يعني لوجي بنتي من دمك ولحمك. مفيد. اتجننت حبيبي؟ انت اخويا يعني لو في اي شك من التحليل ده ان ايه هقول لك فورا. ايه معقول يعني هننسب لنفسنا واحده مش مدمنه؟ طب انا عايزها ترجع البيت. مالها يا حبيبي؟ اجيبها لك النهارده بالليل. بس لازم نفكر في سيناريو تاني غير سيناريو سفر مامتها. البنت مش مقتنعه. هشوف. دي ايه ده؟ دي جايه جون. استني استني. لا 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 اوعي كده. اللي لا هاتي. استني استني. لا ايوه دي فظيعه فظيعه. لا انا واحد واحد. ايه في ايه يا رامي؟ آه على فكره اميره لسه قافله معايا التليفون وبتقول ان الراجل عايز يقابلك الساعه 8 بالليل. طالع هنا. انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر. طب احلف. والله عايز يقابلك الساعه 8. يعني احنا هناخد الكامبين بتاعت ال 50 مليون من غير ما ندخل في منافسه مع حد ولا نقدم اي برزنتيشن ولا حاجه؟ امال انت فاكره الشاليه والمليون جنيه دول هندفعهم عشان ايه؟ أميرة دي بجد طلعت تستاهل تستاهل. هو سألتيلي لو كان ليها يد في موضوع الطلاق ده؟ حلفتي إنها ما تعرفش أي حاجة، الظاهر إن الراجل كان هرشها من الأول وطلقها في الوقت المناسب. بابا. طب أقول لك إيه يا رامي؟ كلم أميرة دي وقول لها أجلي الميعاد لبكرة. نعم. إيه؟ مشغولين يا أخي، مش فاضيين. ايه في ايه يا جماعه؟ واحنا يتشاور لنا نجري كده على طول؟ عندنا ميتينجز. ميتينجز ميتينجز. ايه ده؟ مش فاهمه حاجه. اتفضلي مدام ملك الجرحي. اهلا وسهلا مستر نديم. طبعا اهلا يا فندم. اتفضل. ارزقكم. احنا ما تقابلناش قبل كده. ده حلوه تشجع يا فندم. قصدي لا صراحه مش فاكره ان احنا اتقابلنا قبل كده. لا اتقابلنا واتكلمنا وقعدنا بس فين وامتى مش فاكر. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافي. الواحد يشوف الحاجة قبل ما تحصل يعني تقريبا. لا أنا متأكد إن إحنا تقابلنا. صراحة أنا مش فاكرة. هفتكر أنا على مهل. المهم إن أميرة قالت لي على شغلك وياريت يبقى في تعاون مع شركتنا. والله دي حاجة تسعدني. ياريت الماركتنج مانجر بتاع حضرتك يقعد مع التيم بتاعنا ونشوف إيه المطلوب بالظبط ونعمله. أنت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحة لا مش بقولوا تايم از ماني. أنا أحب كده. وأنا كمان. قهوة. أفندم؟ أشرب قهوة. فاضل حاضر. عمري يا مستر ماجد. قهوة حضرتك تشربيها إزاي؟ من غير سكر. قهوة تركي يعني؟ قهوة بس. قهوة عادية.
قهوة تركي من غير سكر حالا. نايس اوفيس. ثانك يو. ما هو ما بيعملش فولو اب للتاسكس واحنا بنتكلم بالبق يعني؟ مش هيوعي تقولي لي انه مش موجود لاني عارفه ان موجود ان ملك الجرح معاك. بعد اذن حضرتك بعد اذن وقتك معايا. مش معنى اننا طلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. اخرص شغلي وبدافع عنه ولا هو لا بيت ولا شغل؟ ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنطي على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسفه مدام ملك. انت هتجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى. تفهمي ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت، واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. فاهمه ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك، وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دبلتي اللي عليها اسمك نسيتها هناك.